في مثل هذا اليوم من عام 2001، 22 مايو 2001، يعني بالضبط من حوالي 23 سنة، كنا على موعد مع تسلم النادي الأهلي جائزة نادي القرن في جوهانسبرغ في حفل أقامه الاتحاد الإفريقي لأول مرة بتسليم جائزة نادي القرن العشرين من الاتحاد الإفريقي إلى النادي الأهلي. في هذا اليوم كان الكابتن صالح سليم المايسترو رئيس النادي الأهلي موجود على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من النادي الأهلي وتواجد في حفل الاتحاد الإفريقي. وزي ما شايفين اللحظات التاريخية دي، اللحظات دي بالظبط زي دلوقتي من 23 سنة. الأيام بتجري والعمر بيجري، والكابتن صالح رحمة الله عليه لما مثل النادي الأهلي في هذه اللحظات التاريخية أكيد كان عارف أن النادي الأهلي ماشي على مبادئ وعلى سياق تواصل أجيال، وأن البطولات اللي اتحققت في القرن العشرين مع رؤساء تاريخيين على مدار النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي بتتكرر وبتزيد الإنجازات والبطولات، وأن دلوقتي حتى في القرن الواحد وعشرين وإحنا لسه في أول 25 سنة، لو آخر 75 سنة من القرن الجديد وللأجيال اللي جاية لو الأهلي حتى فكر إنه ما ياخدش بطولات، محدش هيقدر يوصل للأرقام اللي اتحققت من 2000 ل 2024. يعني لحظات تاريخية بنتكلم عليها بعد 23 سنة. والجميل في هذه اللحظات التاريخية اللي احنا بنتذكر المايسترو الراحل صالح سليم. عاش الأهلي ورحم الله المايسترو صالح سليم، وتستمر إنجازات الأهلي وبطولات الأهلي، وبإذن الله إن شاء الله نفرح يوم السبت اللي جاي ببطولة جديدة وإنجاز جديد مع الأميرة الإفريقية الأميرة السمراء، دوري أبطال إفريقيا، البطولة اللي بتعشق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. فاصل ثم نواصل.